تنساش بلي دخلنا دينا لي ديوال بريسينا مليح درنا دي زيفور سوبليمونتير ما تنساش بلي ماركينا لي دو بيوت هذوك بابري دي زيفور مليح مالغي كو سي دي بالاريتي مي انا نقول الكومبورتمون تاعنا راه بيان قلت لك بلي ما تنساش بلي افون دو جور لعبنا ماتش ومن بعد عندنا ثاني سافر لتيرت دون 3 جور رانا نلعبوا توجو على الاسترجاع شغلنا معاونين على 3 بوان ودرنا لينا طبقنا لي كونسي تاع لونطينور تاعنا وكما قلت دخلنا حارين مع الدي بي الحمد لله ربي كما يقول ما خيبناش ودخلنا دخله مليحه وين ماركينا فيها دو بيت بريمي طون وين الحمد لله كما يقولوا ان شاء الله هذه البدايه تاع كما يقولوا التقليه تاع بناكن ان شاء الله يعني تي اوبليجي نجيبوا لي 3 بوان باسكو ما يخفالكش خسرنا الماتش ديال الاول تاع الشامبيونا مي كيما جينيرالمون هكذا لي ديبي تاع الشامبيونا تقدر تعثر شغل مي ليسونسيال سي كو شغل تعاود ترفد بالراس حنا لوبجيكتيف تاعنا كان باين اليوم لي 3 بوان ومن بعد نخدموا ماتش بار ماتش حنا الشوط الثاني اللي ركزنا عليه باش ما نعاودوش نونكيسو لعبنا طريقه هجوميه بون ما فلحناش وما نساوش حتى الفريق يعني النسبه المئويه تغير وهذا ما يخلينا صدير يكون عندنا عمل كبير من كل الجوانب خاصة الانهزام تاع اليوم اللقاء ما دخلناهش مليح لادفيرسير بروفيتا لوكازيون بدو بالاريتي ماركينا كانت رياكسيون تاع اللعابة دوزيام ميطون مي كانت شوية روطار نقدر نقول اليوم خسرنا الماتش على واحد لي ديتاي كنا قادرين ايفيتيهم مي الحمد لله قدر الله ما شاء فعل